السلام عليكم. اليوم راح نشوف مع بعض السكن الجامعي لجامعة البيمو. راح نشوف كيف تكون الغرفة. وهذيك الحجر هون بيصلحوا الطابق الثالث يمكن بعد ما دخل الاوبشن. زين وايلي تالي وهاي فتنة. هاي بتكون غرفتي. هذا السرير تبعي وهاي الأدوات الدراسية، الكتب والدفاتر. هاي الإطلالة يعني الغرفة ماشي حالها، تعبانة صح، بس واحد بده يدبر حاله شو نعمل. وهون بكون المطبخ مثل ما شايفين، يعني ماشي حاله المطبخ. هون عم مطبخ هاي إطلالة المطبخ. هون أطباق الأوبشن. وهون بكون المطبخ مثل ما شايفين، يعني ماشي حاله المطبخ. هون عم مطبخ هاي إطلالة المطبخ. اما نوفر عبد الرب سكن جامعي، جامعي بيمو لنيجني نوفر برد. و سكن ياكي اداره طبعا هناك اوبشن تدا هنا طابق ما تدا هنا بوكر هناك جي نه بوكر. ف شانسي بينا موساز هاتم هيك ني باك اوفولفر طابقة كي تصليح دكنا تشي دكنا نظام شد كنا اوفو مدخل اخوي مدخل طابقة دي ديارة طبعا اوفو جي بيش قيبية اما نهار ندر غرفة بنر ندر مطبخ بنر كونشتوني اوفو غرفة منا بوج تاختي منا هذا ولا ميجي تني شي على ني واش قلقا مورا دفتر مفتر انا ري نو بوجي تاك يدوري ولا مدمين غرفة يدوري بوجي مطبخ وانا ما بيليش من دوينة سر هبا بوجي يوم خورنا تشي دكنا طالب حالي كوش كونه برشي اواجي تاقه و قوات دل بركي جواري بعد خود دار باجير اواني اواجي زقوقه طالب تده پرن